صراحه ملي كنشوفوا مثل هذه المشاهد اللي هي تكررت وتكررت سواء داخل الملاعب او خارج الملاعب حتى امام الفنادق التي ياوى اليها عدد كبير من اللاعبين من شتى الفرق المختلفه المغربيه، ان نرى ان هذا الشغب هذا تعدى الحدود الى ممتلكات مثلا الفرق، فهو يؤسف بطبيعه الحال على ان المخرج الوحيد هو ان شويه ديال الاخلاق هي اللي تكون تتحكم النوع ديال الممارسه الرياضيه والتشجيع الرياضي سواء داخل الملاعب او خارج الملاعب حتى في الفنادق ايضا. ان هذه المساله هذه بالنسبه للفريق الرجاء بحيث ان المحبيه او لا مشجعي الفرق الاخرى اللي كيجيو كيعتديوا على ممتلكات هاد الفرق، فمعنى انه شيء اللي هو غير معقول وغير منطقي، وبالتالي ان كنتمنوا ان المشجعين ديال الفرق كاملين انهم يحاولوا يركزوا على ان الممتلكات هي في اخر واول المطاف تعود للفريق، وان ما خسره الفريق هو خساره كبرى، وما ربح الكبير الفريق هو ربح كبير، وبالتالي ان المشجعين خصهم يتحلوا بواحد النوع ديال الرزانه وواحد النوع ديال الاخلاق حتى لا تكون مثل هذه الخروقات اللي هي كيؤدي الثمن ديالها الفريق. ظاهرة تميت انا دايز من الرباط، وشفت الظاهرة هذه، المسألة هذه تتأسف زعما اش من ظاهرة هذه زعما هاد الناس علاش يديروا هاد المساله هادي؟ مع التخلف زعما انسان، حنا في البلاد المغرب كاين الرجاء كاين الوداد كاين الجيش كاين، ما عرفتش انا علاش يدير هاد، تنشوفوا هنا تنشوفوا المغرب ديالنا حنا غادي في العنف، وزعما حنا مغربي مع مغربي، غادي ما تدخلش. انا عايش في اوروبا، هاد الظاهره ما شفتهاش انا، ما شفتهاش، لا حول ولا قوه بالله العظيم، زعما اش هاد الظاهره؟ كاين الرجاء كاين الوداد زعما، هاد الناس خصهم عقوبه هاد. كاين كاميرات خاصهم يشوفوا مع هاد الناس هادو، ما خصهمش يديروا هاد المساله هادي، زعما لا رياضه لا اخلاق، هاد الشيء ما تيمثلش المغرب، هذا ما تيمثلش افريقيا، افريقيا نقولوا حنا كافريقيا تنحترموا، ولكن ما تيديروش هاد الظاهره هادي، غير ظاهره زعما لا حول، تنشوفوا غير زعما الجرائم الجرائم، ونطلبوا من الحكومه توعي شويه، توعي هاد الشباب هاد، توعي هاد الشباب هاد، ما يمكنش يدير هاد المساله هادي زعما زعما هادشي تيبكي زعما لا للاسف زعما هادشي. واش الجمهور المغربي ما عندوش عقليه احترافيه؟ اودي انا 30 عام كنت نتبع الرجاء ونتبع الوداد، ماشي قضيه احترافيه، قضيه تربيه، تربيه تجي من العائله وتجي تا من الحكومه، تا من الحكومه، ماشي مساله احترافيه، هذه مساله احترافيه ما ندخلوهاش لدماغنا، الاحتراف التربيه، هذه 30 عام ما كانش هادشي هذا، علاش دابا ولا؟ علاش ولا؟